ده بقى المسقط الجنبي يعني, او ونفترض ان ده المسقط الجنبي يعني, بس انت بتبص للسفينه من المقدمه يعني, انت شايف السفينه دلوقتي, السفينه قدامك اهي, انت شايفها من المقدمه, المقدمه بتاعتها والافط ورا والفورورد قدام, تمام. طيب عندنا هنا معلومه حلوه قوي, احنا عشان نرسمها مبدئيا دي هتبقى طويله شويه, هتيجي عند الجدول الكبير ده اللي هو تقاطع الاستيشن مع الوتر لاين. حلو, وانت بترسم هنا هتمد كل خطوط الميه. احنا هنا هنرسم ايه؟ هنبقى شايفين ايه؟ محتاجين نشوف, احنا كده خلاص مدينا الوتر لاين, محتاجين نشوف بقى الاستيشنات, لان احنا مقطعين زي ما اتفقنا ايه في البطاطساية البايظه دي, اتفقنا ان احنا بنقطع حوالين الميدشيب. يعني انت هنا السفينه اهي قدامك, انت مقطع حوالين الميدشيب لقدام, تمام اهي كده. حلو قوي, احنا الميدشيب الجزء الوحيد, الستيشن الوحيد اللي هيترسم على الناحيتين, ده الميدشيب الوحيد اللي هيترسم على الناحيتين, لكن اي حاجه قبل الميدشيب يعني اي حاجه من القفط لحد الميدشيب هتتاخد على الشمال, هترسم على الشمال, اي حاجه من الميدشيب للفورورد هترسم على اليمين, تمام. ركز في النقطه دي كويس, اي ستيشن هيترسم من القفط للميدشيب شمال, من الميدشيب للفورورد يمين. اوكي طيب احنا هنا خلاص مدينا خطوط ايه الوتر لاين بتاعتنا, هنيجي بقى عند اول ستيشن اللي هو الاي بي. الاي بي هنيجي عند ووتر لاين زيرو, احنا طبعا مسمينهم هنا اهو, بص كده اهو, زيرو واحد اتنين تلاته اربعه, دي ايه عدد الاستيشانات الووتر لاينز, تمام. انت هتيجي هنا هتقف عند كل ووتر لاين وهتتحرك مسافه علشان تجيب ايه شكل الاستيشن. حلو قوي, انت هتيجي عند ووتر لاين زيرو, عندك حاجه هتتحركها, احنا دلوقتي بنرسم ايه القفط ده قبل الميدشيب يعني هيترسم شمال. حلو قوي, فانت هتيجي عند ايه ووتر لاين زيرو, هتحرك حاجه؟ لا صفر, هتقوم جاي طالع على ووتر لاين ايه واحد, ووتر لاين واحد هتتحرك حاجه؟ مش هتحرك حاجه برضو, صفر, هتقوم جاي طالع على ووتر لاين كام؟ اتنين, مديك 1.391, هتضربها في اتنين وهتتحرك المسافه بتاعتها, ودي هتبقى نقطه البدايه بتاعتك اللي هي غالبا هتبقى دي, تمام. هديك المسافه دي, بعد كده هتيجي عند ووتر لاين كام؟ 3, هتتحرك المسافه اللي هي 2.150, هتضربها في 2 هتديك مسافه, هتقوم جاي متحركها هتديك المسافه دي, تمام. كذلك الامر في ووتر لاين 4 ووتر لاين 5, هتقوم جاي ايه مديك المسافه دي, هديك الشكل ده كله كده لحد هنا. طب دي اول نقطه بتاعتنا, ازاي هنقفلها بالشكل ده كده؟ خلي بالكم انا عندي غلطه هنا هقولها لكم في الاخر. ازاي بقى عايز اجيب القفله بتاعتها؟ احنا دلوقتي بنرسم انهي ستيشن؟ بنرسم القفط اللي هو اول ستيشن, فطلعنا عند كل ووتر لاين وشفنا بيبعد قد ايه المسافه بتاعته زي ما هو مديها لنا في الاوفست تيبل, عايزين نجيب النهايه لان احنا كده كده بدايتنا هتبقى عند السنتر لاين, فبتيجي عند الستيشن اللي انت بترسمه, هتيجي عند الستيشن اللي انت بترسمه اللي هو القفط اهو, وتشوف شكل السفينه. يعني احنا خلاص رسمنا شكل السفينه في المسقط الرأسي, فهتيجي عند الستيشن انت بترسمه, التقاطع بتاعه مع شكل السفينه اهو اللي هو النقطه دي اللي هو قبل ووتر لاين 2, قبل ووتر لاين 2 ب 3 مللي, تمام. فهتيجي هناك عند البادي بلان عشان تجيب شكله, عند ووتر لاين 2 قبله ب 3 مللي هتحط النقطه بتاعتك, حطيت النقطه بتاعتك هتقوم جاي موصلها بقى بالكيرف. هنا الغلطه اللي عندي بقى ايه, ان انا المفروض احنا قبل ووتر لاين 2 ب 2 مللي, انا نزلت بالكيرف اكتر من 2 مللي, فلما نزلت بالكيرف اكتر من 2 مللي بقى شكلها كده, هي شكلها كده بايظ. المفروض انت ما بتنزلش بالكيرف عن ال 2 مللي, بتفضل ايه على الخط بتاعك ده كده لحد ما تقفل مع الكيرف بتاعك. حلو, كذلك الامر هتعمله بقى ايه في كل ووتر لاين, يا رب دي تكون وضحت. يعني مثلا عايزين نرسم ستيشن عايزين نرسم ستيشن مثلا ايه, نرسم الميدشيب. الميدشيب برده في لعبه حلوه, الميدشيب احنا زي ما اتفقنا هيترسم على الناحيتين لان هو في النص, اي حاجه قبل الميدشيب شمال, اي حاجه بعد الميدشيب يمين, الميدشيب نفسه بيترسم ايه في الناحيتين. حلو قوي الكلام ده, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنرسم الميدشيب, هنيجي عند الميدشيب دلوقتي ايه اللي هو ستيشن رقم 5, ووتر لاين 0 مش هتتحرك حاجه, ووتر لاين 1.8 هتضربه في 2 وهتتحرك المسافه بتاعته يمين وشمال, ده الووتر لاين, ده الاستيشن الوحيد اللي هتاخد له يمين وشمال. كذلك الامر بقى تطلع على كل ووتر لاين وهتشوف بيبعد كام, هتضرب المسافه في 2 وتشوف هيبعد كام, وتاخدها يمين وتاخدها شمال, تمام.
ده كده البودي بلان. عرفنا طبعا بناخد النهايه ازاي. طبعا الميدشيب هيبدا ايه؟ هيبدا من الزيرو. الميدشيب كده كده هيبدا من الزيرو، لان هو جاي في شكل السفينه اهو، اللي يبقى باين برضو جاي في شكل السفينه في الزيرو، يعني الديزاين بتاع السفينه نفسه جاي ايه الميدشيب على الزيرو. تمام، يا رب تكون واضحه. بس عشان نجيب بقى ايه نقطه البدايه زي ما اتفقنا، بنيجي عند الاستيشن في الشكل اللي احنا خدناه في الشيب بلان، ونعرف هو مسافته فين، ونقوم جايين ايه معلمينها على السنتر لاين، وناخدها في الاخر ايه بالكيرف بتاعها. بس كفايه لحد كده ايه، وهشرح لك الهاف بريتس بلان في فيديو تاني.